هل ممكن في يوم من الايام منتخب مصر داخل بطوله افريقيه؟ كانت نتائج مهمه جدا وكانت المؤشرات بالاول خالص ان في فرق اكيد مستوى بينه وبين الافارقه. خلينا نستعرض معاكم مع كابتن عاصم نتائج منتخب مصر في بطوله افريقيا اللي اقيمت في تونس واللي فاز بيها منتخبنا المصري ببطوله افريقيا والتاهل الى طوكيو. يا عم مش عايز هو هم لسه زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره مصر وغينيا 39-22، مصر و كينيا 44-19، مصر والكونغو الديمقراطيه 28-19، وكان ده دوري المجموعات. بعد كده رحنا لعبنا في دور الثمانيه مع الجابون وانجولا، ومصر كسبت الماتشين 36-17 ومع انجولا 33-26. في الدور قبل النهائي مصر بتلعب الجزائر بتفوز 30-27، ومصر في الماتش النهائي بتفوز على منتخب تونس 27-23. كابتن عاصم شفت بطوله افريقيا ازاي بالذات ان الماتش مباراه مصر والجزائر في السيمي فاينال 30-27 واول مره منتخب الجزائر يقرب النتيجه من منتخب مصر في الفتره الاخيره؟ هو طبعا منتخب الجزائر في مباراتنا ادى اداء عالي جدا جدا، ولكن هو ما فيش ما عندوش جديد في التشكيل بتاعه لا على مستوى الافراد ولا على مستوى العمل التكتيكي او العمل الخططي. يعني هو منتخب الجزائر بالرياح بركوز نفس تقريبا التشكيله، استثناء يمكن حارس المرمى اللي هو يعني مستواه عالي شويه، انما ما اثناء المباراه ما انتش خايف من اي وقت من المباراه. يعني منتخبك مدي، لان منتخبنا الحقيقه بيلعب بمستوى عالمي يعني عالمي اداء وامتاعا. بيلعب بمنتهى السلاسه وبمنتهى الهدوء اللي في الدنيا ينم عن حاجات كتير جدا جدا حصلت في التدريب في الفترات اللي فاتت، في تجانس كبير، في ثقه في النفس كبيره. عايزك تديني خلفيات الامور لما شفت منتخب مصر في حته تانية خالص، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل جوه الملعب عشان يوصل المنتخب للشكل ده؟ لا، في تطوير على مستوى العمل الدفاعي طبعا كويس. في تطوير كبير طبعا. المدرسه الاسبانيه دلوقتي، وده برضو من حسن اختيار الاتحاد المصري لكره اليد انه اختار المدرسه الاسبانيه واختار مدرب طبعا هو المدرب الافضل حاليا في العالم. ولو بصينا حتى حاليا بطل اوروبا اسبانيا، النهائي الافريقي اسبانيا، لاتين امريكا يعني اسبان متزعمين على في كره اليد. انا رايي ان احسن ثلاث مدارس دلوقتي في كره اليد في العالم المدرسه الاسبانيه والمدرسه الفرنسيه والمدرسه المصريه.